الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والمسرات والبركات. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم مع يوم الختام، أمسية الختام، أمسية الرموز، أمسية الذهب، أمسية الفضة. نحييكم ونهني الفائزين ونزف التهاني لجميع المتوجين في مساء هذا اليوم، كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أيها الأعزاء، اليوم يوم الختام، اليوم يوم ختام المهرجان، وانطلق هذا المهرجان وهذه السباقات بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وانطلق في هذه الأثناء هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي، هذا الشوط النخبوي، شوط الخنجر الفضي، بالإضافة إلى سيارة البي ام دبليو التي تنتظر الفائز بعد ناموس هذا الشوط. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول في شوط الزمول المفتوح، المفتوح يا ملاك، المفتوح يا مضمرين، ليلة رموز، ليلة احتفال هنا في ميدان الشحانية. المقدمة مع الحريثي أو التنديل، التنديل مع مقدمة الشوط محمد بن ناصر بن سعيد العيدة. شعارك يا اللورد، شعارك يا اللورد، الليلة حاضر، متواجد في أشواط الرموز، لم يوفق في الأشواط الماضية وهو يتمنى اختطاف وحصد ما تبقى من رموز. بينما المركز الثاني ننتقل إلى هل الخور، الزناتي قادم مع المركز الثاني. الله، الزناتي، الزناتي، وهذا الاسم اسم الفارس الكبير الزناتي. وين ذياب ووين أيضا أبو زيد الهلالي؟ كل حنا عصافير يا ناصر، وابو زيد سدره، من دل منا يا ذياب التوابها. اشكرك يا ابو محمد. هذا هو الزناتي وهذا الاسم الكبير، ناصر بن عبد الله المسند، هو ايضا لم يوفق في الشوطين الماضيين ويتمنى حصد ما تبقى من رموز. ننتقل الى المركز الثالث، ومن يتقدم يصل فاس لناصر بن عبد الله المسند، يقدم فاس مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع يوسلم، وصل الشيبة، وصل راعي الإنجازات، الحريثي، 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 اثنين باثنين، أربعة على المقدمة، اثنين عند ممثل الخور، واثنين عند ممثل المعيذر، اثنين عند اللورد، واثنين عند المسند. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط. الشعار السيلاوي حاضر على المقدمة باثنين، والشعار المسند ممثل هل الخور حاضر أيضا باثنين. تشكيلة خطيرة، سيطرة من هذين الشعارين على المراكز المتقدمة. ننتقل لنتعرف على المركز الخامس، يصل خطير ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الخامس، ممثلا لهل الجملية في مساء هذا اليوم. الخمسة كيلو مترات الحاسمات، الحاسمات، الحاسمات في شوط الخنجر الآخرات، سيسدى الستار بعد شوطنا القادم على فعاليات المهرجان. الله، جماهير غفيرة حضرت لمشاهدة أشواط المهرجان، أشواط هذا السباق. ليلة ختامية، ليلة ذهبية، ليلة فضية، ليلة السيوف، ليلة اهتزت منها الأبدان في مساء البارحة وفي الأيام الماضية. أشواط تهز الأبدان، أبدان المشاركين، أبدان المضمرين، أبدان المتابعين. ما زالت المقدمة مع المركز الأول، التنديل، التنديل مع المركز الأول. ما ذاق الهزيمة في هذا الموسم منذ أن وضع عليه شعار العيدة. أربع أشواط رئيسية في هذا الموسم، بالإضافة إلى سيارة الليلة المحك الحقيقي يا براية، يا حمد، يا بن راشد، يا براية، من شبابنا المميزين المضمرين، يحمل شارة ممتاز في عالم التضمير. بينما اللورد، اللورد من أكبر المشاركين والداعمين والمصرحين أيضا للوسائل
وسائل الإعلام بأن الليلة هي الموعد، الليلة هي موعد، موعد المضمرين، محشر الملاك والمضمرين في مساء هذا اليوم. تنتصف المسافة، ما زالت المقدمة مع التنديل، وهو ايضا مرشح ترشيح قوي لاختطاف ناموس الشوط. المركز الثاني يتقدم فيه الزناتي، يسلم اسماء خطيره للغايه. الزناتي يتحرك مع المركز الثاني، يحاول اختطاف المقدمه. ناصر بن عبد الله المسند احد الشباب البارزين ايضا في هذا العالم، يقود الزناتي. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث. الحريثي، جماهيرك يا الحريثي له قاعده جماهيريه عملاقه كبيره. هذا المشارك، هذا البعير الذي على المركز الثالث، المتواجد على المركز الثالث، لما له من انجازات، لما له من رموز، لما له من كؤوس، لما له من خناجر. الله، شوط مخيف يا مخرجنا اللي خلف المراكز الاولى. هنا ايضا دفعه واحده من الزمول تتواجد خلف المركز الخامس، والشعارات عديده وكثيره تتواجد. المركز الرابع يتقدم خطير في هذا الشوط الخطير. الخنجر الفضي يا مضمرين، يا مضمرين، خنجر فضي منقول هذا الشوط، تنقله وسائل الإعلام، وسائل القنوات الرياضية والفضائية وقناة الريان الفضائية، بهذا الحضور الميمون، بهذا الحضور الكبير، بهذا الحضور المشرف الذي يرفع من معنويات ملاك الهجن ومحبي رياضة الآباء والأجداد. حضور ومقدم سيدي أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الحريثي. الحريثي مع المركز الأول، بينما بن جبر، بينما هل الجميلية، هل الجميلية، خطير هذا الشعار، خطير هذا الشعار مع ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل مستحيل مستحيل مستحيل، علي بن طحنون بن جابر بن مهيرة بن جبران بن جبران مع المركز الرابع. هذه نتيجتنا يا بن مهيرة مع المركز الخامس. يا سلام يا تنديل، يا سلام يا تنديل، ابصم لك على العشرة، ان خذت الخنجر الليلة ابصم لك على العشرة، على انجازاتك الماضية، على سجلك الحافل في هذا الموسم. وين الحريثي، وين الحريثي؟ هذا هو على المركز الثالث، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات الزناتي، الزناتي، يلا يا الزناتي، يلا يا الزناتي، يلا يا ناصر، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يتطلع لاختطاف الخنجر، يتطلع باختطاف هذا الشوط المفتوح. الله، الحريثي مع المركز الثالث، الحريثي مع المركز الثالث. الله يا الحريثي، اللورد خطير يسيطر على المركزين. الشعار السيلاوي بدأ بالهجوم، بدأ بالانطلاق، بدأ بغزو المراكز مع الزناتي والحريثي. اللورد، اللورد، العيد، 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 يسيطر على المركزين الأول والثاني. المركز الأول مع من يتقدم، التنديل، التنديل، الحريثي مع المركز الثاني. الزناتي، 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 وصل بن مسعود، وصل بن مسعود، ووصل الخيارين. مبلش، 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 مبلش يصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. مبلش يتقدم، مبلش يتحرك، مبلش يصل، غانم بن محمد بن زايد الخيارين، بينما بن مسعود الحنيش جابر بن مبخوت بن محمد بن مسعود رصيده على ما يبدو خمس سيارات او اقل. هذا المشارك اللي على المركز الثالث، بينما الشعار السيلاوي يسيطر ويحكم القبضة، يؤمن الموقف، يؤمن الموقف في هذا الشوط الخطير، في هذا الشوط المثير، شوط الخنجر الفضي. يا مضمرين، يا ملاك، يا سلام، دكت الأرضية هذه الزمول، دكت الميدان، زلزلت الميدان.
الميدان كيلو ونصف الكيلو، بانت المنصة، بانت المنصة يا جماهيرنا الأعزاء يا مترقبين الحدث الهام. الحريث الحريثي، الحريثي يتقدم، الحريثي يسيطر، والعصا قوس والآن مثبت تثبيت الحريثي، بينما بمهيرة قادم، بمهيرة قادم مستحيل، وأيضا وصول من مبلش، غانم بن منصور، غانم بن محمد بن زايد الخيارين، بمهيرة مستحيل، لا مستحيل في هذه الرياضة، لا مستحيل في هذه الرياضة. أيضا يصل خطير ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي، مبلش ومستحيل، وأيضا الحنيش، يا سلام الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، مبلش 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 وسلالة مبلش، يا بلشتكم من مبلش في هذا الشوط، مبلش الخيارين، مستحيل بمهيرة، مستحيل بمهيرة. وانطلق في هذه اللحظات الحنيش بن مسعود، بن مسعود يا سلام، مبلش مع الخنجر، مبلش مع الخنجر، الخنجر الفضي، بن مسعود الحنيش يا سلام، الحنيش الحنيش الحنيش، بن مسعود هو السعيد، هو السعيد في مساء هذا اليوم، في ليلة الكبار يظهرون الكبار، ولكن بن مسعود يا سلام، الخنجر الفضي، الخنجر الفضي مع الحنيش، ينتزعه الحنيش، يضيف هذا الرمز إلى إنجازاته، بن مسعود، بن مسعود في ليلة الكبار، في ليلة الكبار ظهر هذا الشعار الذي سال وجال في كل الميادين، سلام يا بن مسعود، سلام، سلام يا أهل المدينة، سلام الغربية والشرقية، هل مدينة المرة يحتفلون بهذا الفوز، تهانينا وإما يسكن جابر بن مبخوت بن حمد بن مسعود الخنجر الفضي مع بن مسعود، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني مبلش لغانم بن محمد بن زايد الخيارين، المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه مستحيل لعلي بن طحنون بن جابر بن جبران، المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه خطير لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي، المركز الخامس، المركز الخامس قنتب لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. التوقيت الزمني للحظة وصول الحنيش، قطع المسافة في توقيت زمني بسام 12 دقيقة 29 ثانية، جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الحنيش جابر بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري. المركز الثاني مبلش احتل المركز الثاني، قطع المسافة في 12 دقيقة 31 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لغانم بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه، وصل في المركز الثالث المستحيل، قطع المسافة 12 دقيقة 32 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك مستحيل علي بن طحنون بن جابر بن جبران، تهانينا بن مهيرة. أيها الأعزاء، انطلق في هذه الأثناء